تعالى بقى نتكلم بقى من التصريح اللي جاي. يلا يلا ستر يا رب. يلا ابو الليف، انا ومراتي سمنة على عسل وفنانة تريد الايقاع بيننا. ايه ايه باش ايه باش فنانة حبت توقع بيني وبين مراتي، قالت لها ان انا بخونها. ليه؟ ايه هو ايه اللي ليه؟ ليه تقول لها كده يعني؟ بتسأليني انا؟ ربنا يعني منك يعني؟ ما هو مفيش رخام من غير نار. الله اعلم، اقسم بالله انا ماليش في الكلام. كنت وعدها بحاجه؟ انا؟ ما بوعدش حد غير مراتي، وماليش في الدنيا غير ربنا سبحانه وتعالى وثم مراتي. فقط لا غير. طب هي متضايقه منك ليه؟ اي حد في الدنيا غير. اصل مفيش حد هيقول كده لما يبقى موجوع منك قوي يعني، محدش. لا الله اعلم، الله اعلم. مين الفنانه دي؟ لا ما اقدرش اقول اسمها. اول حرف هديها اكبر من اول حرف. هديها. طب هي ايه، كومبارس ولا فنانه؟ ما اعرفش برضه، مش هتكلم عليها خالص. هي دي مرحله ولسه في تحقيقات وبتاع في الموضوع. لسه في تحقيقات فين؟ طبعا لا مش هسيب الموضوع. حرف الميم؟ الله اعلم. يلا نقرا ممكن تكون اللي بعدي. وممكن تكون السين. يلا نقرا التصريح اللي بعده. يلا حبيبي ايمن بهجة قمر يتغيب عن زيارة خاله ابو الليف. كنا عاملين نقول ده ابن اختي وفرحان بيه. اتغيب ازاي؟ هو لما يكون مثلا ابن اختي او ابن اختك في ظروف شغل ومش قادر يجي لك. ظروف ايه اللي تمنعني ازور خالي وهو في العناية مركز؟ غصب عنه، لكن بعت امه وقفت جنبي ما سابتنيش، وبعت معاها فلوس كتر خيره. فاهمه يعني؟ لازم تلتمسي الاعذار للي انت حباهم. وبعدين ده بعد ربنا سبحانه وتعالى، هو وتوما وايمن بعد ربنا سبحانه وتعالى هما اللي عملوا منتج ابو الليف. فما اقدرش اكنله غير كل احترام وتقدير ان عملوا حاجه اسمها ابو الليف، خلت الناس تسمع صوته. بس